يقول السائل: شيخ، كنت شابا طائشا فترة شبابي، فتركت الصلاة لمدة 6 أشهر، ومن الله علي بالهداية والاستقامة والمحافظة على الصلوات في أوقاتها. هل أقضي الصلوات التي تركتها في بداية عمري، وهل تقضى الصلوات؟ الصحيح الراجح أن الصلاة المتروكة عمدا لا تقضى، وإنما يتوب الإنسان ويحافظ على الصلاة في مستقبل حياته. إنما التي تقضى هي الفائتة بسبب نسيان أو بسبب نوم، هذه التي تقضى. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يذكر العمد المتعمد تركها. نعم.